كرة لمنتخبنا أبو طه وأسامة. بسم الله على بركة الله. هات يا أبو طه من الشبكة، هات يا مهند، هات يا أبو طه من الشبكة وهات يا مهند. الله! لكن أسامة يتدخل في الكرة الماضية ويصد الكرة الماضية من أبو طه، كرة أبو طه، ولكن يا أبو طه على يسارك وعلى يسار أسامة يتصدى للكرة الأردنية. معلش يا مهند، كرة أولى أردنية ضائعة وفرحة سعودية مشروع. الآن جاء دور أنطوان، كرة سعودية الآن للمنتخب السعودي، وأنطوان، كرة سعودية وأنطوان، المنتخب السعودي وأنطوان، وهدف سعودي، هدف سعودي، هدف سعودي. هدف سعودي. شوف هذه الكرة، وعلى يسار على يمينك يا أنطوان، السعودية هدف، الأردن لا، الأردن لا شيء، هدف سعودي، هدف مقابل لا شيء. الآن الركلة الثانية لمنتخبنا الوطني، الركلة الثانية لمنتخبنا الوطني. بشار ديابات، بشار ديابات وأسامة، بشار ديابات وأسامة على أعصابنا يا بشار، بشار ديابات يا بشار، يا بشار، الله على أعصابك يا بشار، الله على أعصابك يا بشار. هدف أردني، ركلة ثانية ناجحة لمنتخبنا الوطني هنا، هنا بالكوفية والشماغ الأحمر، أكيد القلوب وتنبض مع الأبيض الأردني. أسامة هنا، فرحة أردنية مشروع. يلا يا أنطوان، يلا يا أنطوان، صد لك كرة يا أنطوان، هدف لهدف. والآن الركلة الثانية للمنتخب السعودي، قولوا يا رب، قولوا يا رب تضيع. ويا أنطوان ركز، أنت تستطيع، كرة سعودية وأنطوان. يسعد قلبك يا زلمة، الله عليك يا أنطوان، الله عليك وما شاء الله عليك. يتصدى أنطوان، يتصدى أنطوان، برافو، يسعد قلبك بالعامية يا زلمة يا رجل، الله عليك يا أنطوان. نعم، كرة أردنية وتصدي أردني، تعادل، هدف لهدف. الآن الكرة الثالثة، الكرة الثالثة يا دانيال عفان، الكرة الثالثة يا دانيال، يا عفان، كرة أردنية من أجل التقدم، كرة أردنية من أجل التقدم. وحذاري من حارس المنتخب السعودي، قولوا يلا، قولوا يلا، جيبها بالجول يا دانيال، يلا، الله يا دانيال، يا عفان، يا دانيال، يا عفان، الكرة الماضية وتصدي من الحارس السعودي، الحارس السعودي، مباراة حراس يعني يا دانيال، يا عفان يعني يا دانيال، ولكن ضاعت الكرة وفرحة الحارس السعودي. الآن معلش تحملنا يا أنطوان، تحملنا يا أنطوان، وسد الكرة، كرة سعودية، الكرة الثالثة للمنتخب السعودي الآن، أنطوان وكرة سعودية،
وانتوان انتوان والحمد لله الحمد لله. ضاعت الكرة السعودية الماضية ضاعت. الحمد لله يا انتوان الحمد لله. لا مجال لإضاعة الكرات يا شباب. ورفرف يا عالم بلادي كرة السعودية الثالثة ضائعة وضاعت والحمد لله الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. الكرة الماضية ضاعت المنتخب السعودي. الآن الركلة الرابعة. الركلة الرابعة. الركلة الرابعة لمنتخبنا الوطني. يا ابو النادي لنتكلم يا ابو النادي لنتكلم يا ابو النادي لكن يا محمد يا محمد واللهم صل على سيدنا محمد صلوا على النبي العدنان. يا محمد ابو النادي يا ابو النادي وكرة أردنية وركلة رابعة ركلة رابعة للأبيض للنسامة في مباراة صعبة بكل مكونات أبو النادي وأسامة ركلة رابعة أردنية. تأخرت يا أبو النادي تأخرت علينا يا أبو النادي وقلوبنا بتنادي يا رب. يا محمد أبو النادي تقدم أردني يا أبو النادي أبو النادي لكن حارس مرمى السعودية يتصدى للكرة. هذا الحارس أسامة يتصدى للركلة الثالثة. مش معقول يا شباب مش معقول يا شباب. شوف هذا التصدي من الحارس السعودي. لا يا أبو النادي ركلة رابعة أردنية. الآن الكرة الرابعة المنتخب السعودي وحارس المنتخب السعودي. والآن عند أنتوان وركلة رابعة سعودية. يا الستار يا أنتوان وهدف سعودي هدف سعودي هدف سعودي. هدفين مقابل هدف. الآن يجب أن نسجل وأن يضيع المنتخب السعودي. إن لم نسجل سينتهي اللقاء سينتهي اللقاء. هدف سعودي من هدفين مقابل هدف. يجب أن نسجل إن أردنا البقاء في اللقاء. خلونا نشوف هذه الكرة. الكرة الأردنية ضاعت خلاص ضاعت خلاص. مش معقول يا شباب. ركلات الحظ تبتسم للمنتخب السعودي الذي يتأهل إلى دور النصف النهائي من بطولة غرب آسيا. ومنتخبنا يتأهل إلى دور النصف النهائي للمنافسة على المراكز من المركز الخامس إلى المركز الثامن. مبروك للمنتخب السعودي. هارد لك لمنتخبنا الوطني بعد مباراة ماراثونية ما بين كلا المنتخبين. هارد لك للأبيض.